بسم الله الرحمن الرحيم. مع تكامل x أس 4 ناقص x تكعيب ناقص x ناقص 1 على x تكعيب ناقص x تربيع. عندي هنا درجة البسط 4 وهنا درجة المقام 3، يعني البسط أعلى من المقام. يبقى لازم نعمل ايه؟ عملية القسمة المطولة. عندي x أس 4 ناقص x تكعيب ناقص x ناقص 1 على، يبقى أول حاجة أقسم الإكس أس 4 على إكس تكعيب بإكس، أضرب الإكس أس 4 ناقص إكس تكعيب، أغير الإشارات، يبقى عندي دي ناقص ودي موجب، دي راحوا مع بعض، يبقى اتبقى كام؟ ناقص إكس ناقص 1، يبقى إكس أس 4 ناقص إكس تكعيب ناقص إكس ناقص 1 على x تكعيب ناقص x تربيع هيساوي x ناقص على x تكعيب ناقص x تربيع. ناخد الكسر دون وحلله بكسور جزئية على x تكعيب ناقص x تربيع، هحلله هاخد ال x تربيع مشترك، بقى لي اكس ناقص 1، يبقى ده هيساوي الفا على اكس ناقص 1 زائد يعني اكس تربيع، يبقى نخليها مثلا ب او اي اكس زائد بي، هنوحد المقامات ب اي اللي هي اكس ناقص 1 اكس تربيع، الالفا هتتضرب في الاكس تربيع زائد الاي اكس زائد البي هتتضرب في اكس ناقص 1. معنى كده ان اكس زائد 1 هتساوي الفا اكس تربيع زائد اي اكس زائد بي اكس ناقص 1. اقول هات اكس هتساوي يكون 1، يبقى هنا عندي 1 دي هيساوي 0، يبقى هنا عندي 1 يبقى 2 هتساوي اكس ب1 يبقى بألفا، يبقى ألفا هتساوي 2، دي أول شرط. انا شرط مثلا هاخد اكس هتساوي صفر، يبقى هنا عندي 1 هتساوي هنا هتبقى صفر، لما اخد هنا صفر يدينا بي ناقص 1 يدينا ان البي كام؟ بناقص 1. دي اول تاني شرط. الشرط الثاني ناقص للاي، عندي ممكن اقارن حدود ان هي الفا اكس تربيع وعندي هنا اي اكس تربيع، يبقى الاي والالفا لازم يساوي صفر، اي زائد الالفا هيساوي صفر، هذا يؤدي ان الاي هتساوي كام؟ ناقص 2. يبقى عندي التكامل هيساوي اول حاجة الكسر اللي عندي دي هو هكتبه هيساوي الفا بكام؟ باتنين على اكس ناقص 1 زائد ناقص 2 في اكس زائد ناقص 1 على كام؟ اكس تربيع. طيب التكامل اللي عندي كان فين؟
اللي هو دون كان اكس يبقى التكامل الانتجرال هيساوي تكامل اكس ناقص افتح هنا يبقى ناقص 2 على اكس ناقص 1 ناقص تبقى زائد اكس زائد 1 على كام 2 اكس زائد 1 على كام اكس تربيع في الدي اكس دي هيساوي تكامل الاكس يبقى بنص اكس تربيع دي هتبقى يعني 2 لين مقياس اكس ناقص 1 دي هعملها ايه احللها او اخليها الوحدة 2 اكس على اكس تربيع زائد 1 على اكس تربيع دي اكس يبقى هيساوي نص اكس تربيع ناقص 2 لن مقياس اكس ناقص 1 زائد دي هتبقى 2 على اكس تبقى تكملها باتنين لن اكس ناقص دي تبقى عبارة عن اكس ناقص 2 هتضيف 1 يبقى ناقص 1 واقسم عليه يبقى ناقص كام 1 على اكس زائد ثابت وهو دون الصورة النهائية بتاعت التكامل اللي عندي أتمنى تكونوا استفدتوا معايا وأشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.